السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد العصام، ان شاء الله اكون معاكم في فيديو جديد ومحاضره جديده من كورس الرسم الاحترافي بالرصاص. هنبدا نتكلم النهارده عن طريقه رسم الاذن، هنتكلم عنها بالتفصيل الممل. يا رب المحاضره تعجبكم وتستفادوا منها. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك واعملوا شير واكتبوا كومنت برايكم في الفيديو، سواء حلو او وحش اكتبوا اللي انتم عايزينه. ولو اول مره تشوفنا اعمل اشتراك في القناه، صدقني في فيديوهات هتعجبك. الاول هنبدا نفهم ان الودن عباره عن ايه. الودن عباره عن دايرتين. يبقى احنا قلنا في العين، العين عباره عن كوره، المناخير عباره عن 3 كور، تمام، البق عباره عن 3 كور، الودن عباره عن دايرتين. فهبدا ارسم دايرتين كده، دايره كبيره ودايره صغيره. الدائرة الصغيرة متقدمة على حسب اتجاه الودن، يعني اتجاه الودن دي مثلا ده واحد بص وشه الناحية دي، فالدائرة دي هتكون متقدمة الناحية دي شوية. طيب أول حاجة هنبدأ نعملها إن أنا هبدأ أمشي مع كيرف الدائرة الكبيرة دي. بس بصوا كده أنا بدأت أمشي معاها منين؟ حلو؟ بدأت أمشي مع كيرف الدائرة كده وهكمل معاها شوية، وبعد كده ببدأ آخد الجزء ده وألحمه في الدائرة الصغيرة اللي تحت وهقف هنا. يبقى انا عندي في الدايره الكبيره دي بدات من فوق تقريبا من عند تلت الكوره، ما بداتش من تحت من هنا، تمام. الدايره الصغيره وقفت او نهايتي كانت عند نص الكوره تقريبا. طيب في عندي كيرف ماشي من جوه كده في الودن، هبدا ارسمه هو ماشي مع الدايره اللي بره اللي احنا عملناها. هو الخطوط دي في الواقع ما بيكونش دايره، يعني بيكون متكسر شويه كده، خط مكسور فاهمين كده، لكن مش بيكون دايره مظبوطه بالظبط. بس ده عشان يسهل علينا احنا في الرسم. وهبدا اكمل الكيرف بتاعي، بيقف تقريبا عند بدايه الدايره الصغيره. يبقى انا عملت الكيرف اللي فوق ده ماشي مع الدايره الكبيره، بعد كده لحمته في الدايره الصغيره، بعد كده عندي كيرف جوه الكوره، تمام، ماشي وبيقف عند بدايه الدايره الصغيره. طيب خلي بالكم ان احنا قلنا ان الودن عباره عن دايره، تمام كده، والكوره والعين عباره عن كوره. وهنفهم ايه الفرق ما بين الدايره والكوره، وليه قلنا ده دايره وقلنا مثلا التاني كوره. طيب في عندنا حاجه جوه هنا عامله زي حرف الواي شويه، في جزء عامل زي حرف الواي، هو مش حرف الواي بالظبط بس هو بيكون شكله تقريبا عامل كده، جاي من هنا ماشي لجوه كده وبيمشي مع ده ويجي من عند الكوره، يجي من هنا يمشي عدل سنه، وبعد كده في عندنا جزء داخل جوه شويه. يبقى احنا قطعنا الكوره الصغيره او الدايره الصغيره، وبعد كده هبدا اكمل. في عندنا بقى قرقوشه هنا، عارفين القرقوشه دي؟ حلو، وهبدا ارسم مكان القرقوشه دي كده، تمام كده. طيب الجزء اللي احنا رسمناه ده هو شبيه ازاي بحرف الواي؟ علشان في اماكن هنا كانها بارزه كده وداخله لجوه، الاماكن دي بتكون يعني بتشكل لي حاجه قريبه شويه من حرف الواي، لكن مش حرف واي ولا حاجه. في عندنا جزء هنا بيكون داخل لجوه، الحته دي داخله لجوه، وبعد كده عندنا جزء هنا بيكون داخل لجوه تاني. طيب تعالوا قبل ما نبدا نظلل نبدا نشوف ايه الاماكن البارزه وايه الاماكن اللي داخله لجوه. في الاول احنا عندنا الجزء ده عامل زي كانه اسطوانه لافف، يعني جاي من جوه لبره لجوه. طيب خلينا نفهم، احنا كنا قلنا قبل كده في المحاضرات اللي فاتت قلنا ان الحاجه اللي جوه هي غامقه والحاجه اللي بره هي فاتحه، واحنا بنعبر عن الرسمه بتاعتنا بالغامق والفاتح، وبنعبر عن الاماكن البارزه والاماكن اللي داخله لجوه بالغامق والفاتح. فهبدا ادي هنا تون عندي غامق بسيط، وبعد كده هيبدا الغامق ده يتدرج لايه؟ لفاتح، عشان ده بارز، يبقى ده جوه فغامق، ده بارز ففاتح، وبعد كده داخل لجوه فغامق تاني. توناتك بقى غامق قد ايه وفاتح قد ايه على حسب اضاءات الصوره اللي انت بترسمها. حلو؟ فعشان يبدا يشكل لي كيرف كده كانه بقى كيرف كوره، وهنبدا نوضح دلوقتي مع الشكل. هنكمل نفس الكلام في الكيرف ده كله، غامق بعد كده فاتح بعد كده غامق، غامق فاتح غامق وهكذا.
هنبدا بقى نقول احنا كده عملنا الجزء ده اهو من غامق لفاتح لغامق عشان يبدا يدينا شكل الكيرف شويه او الاسطوانه شويه. هنبدا نقول ان المكان ده عندنا الحته اللي هنا دي بيكون داخل لجوه حفره، فالمكان ده بيكون غامق. عندنا ثلاث اماكن غامقين جدا في الودن، ايه هم؟ المكان ده والمكان ده وهنا اللي هو الثقب بتاع الودن لو شفناه يعني، تمام كده؟ فببدا ادي التون بتاعي الغامق هنا وبدرجه لفاتح، يعني مش بفصله مش بقطعه، ببدا ادي التون بتاعي اهو الغامق وابدا ادرجه لفاتح. طيب بص، احنا قلنا ده غامق، وبعد كده في عندنا مكان هنا غامق تاني عشان الحته دي داخله لجوه. طيب الحته اللي في النص اللي هنا هي جايه بكيرف مش مقطوعه، تمام كده؟ فلازم وانت بتظللها تدرج من الغامق اللي هنا، يعني ادي غامق اهو وهنا غامق، لازم تدرج من غامق لفاتح ومن هنا من غامق لفاتح علشان يبدا يديك شكل الكيرف بتاع الودن. حلو، يبقى انا عملت تدريج هنا من الغامق ده لفاتح هنا، تمام، وبعد كده الغامق تاني في تدريج عشان يبان عندي الكيرف ما يبانش ان هو مقطوع. وبعد كده عندنا الجزء ده بيكون فاتح برضو شويه، فببدا ارمي من غامق لفاتح. طيب هتلاحظوا ان الجزء اللي هنا ده هيكون رامي ظل على الحته دي، فعشان كده في عندنا حته غامقه من فوق، زي الفاكرين لو كنتوا فاكرين في العين في شرح العين لما قلنا ان الجفن بتاعنا بيرمي ظل على النني فبيكون جزء في النني من فوق غامق، هي نفس الفكره بالظبط. فهبدا ارمي الجزء الغامق بتاعي اللي فوق اللي هنا، وبرده بدرج اهو من الغامق ده لفاتح هنا شويه، مش فاتح كتير عشان الحته دي غامقه، تمام، وبعد كده ببدا انزل هنا لغامق تاني. طيب التونات اللي انا رميتها فوق هنا هي غامقه شويه، ليه هي غامقه؟ علشان تبين لي ان ده رامي ظل او الجزء ده بارز عن ده. هبدا ادي تونات في الجزء اللي بعده بس افتح شويه، يعني انا عندي هنا بقى من غامق لفاتح بتون افتح شويه، وبعد كده هنا في غامق بسيط جدا لان الحته دي بتبدا تتفرد، هي من هنا كانت حفره او حته داخله لجوه بتبدا بقى تطلع مفروده شويه او بكيرف لفوق عشان الجزء اللي في النص ده بارز، يبقى انا عندي هنا ده داخل لجوه، ده بارز وبعد كده داخل لجوه. حلو، الحفره دي هتخلص خلاص، هبدا ادرج اهو من هنا الفاتح وبعد كده ابدا انزل لغامق. بص كده اشتغلت بدرجه فاتحه، رحت ماسك القلم منين؟ من بعيد، شغال بدرجه غامقه همسك القلم من قريب، شغال في تفاصيل همسك القلم من قريب. فانا دلوقتي عايز ادي تون فاتح اهو، فبشتغل بالقلم من بعيد جدا وابدا ادي التون الفاتح بتاعي مثلا، الحته دي بتكون غامقه شويه من هنا. طيب نرجع بعد كده بقى للجزء ده، عندي من هنا غامق فاتح غامق برضه صح، بس بتونات افتح سنه، فهبدا ادي التونات دي من غامق لفاتح بعد كده في النص افتح، وبعد كده عندي الجزء اللي ورا هنا هو اللي بيكون غامق شويه. ببدا اديله التون الغامق بتاعه. بصوا هي كل فكره الودن ان هي ما يبقاش فيها خطوط او قطعات، لان الودن عامله زي القماشه فيها كلها تانيات كده، فما بيبقاش يعني رسمه الودن ما بتحبش ان يكون في خطوط حاده او كده، بتحاول تداريها. انا هنا مبينها عشان الشرح بس زياده، بس المفروض ما تكونش واضحه قوي كده. طيب نيجي بعد كده للجزء، قبل ما نكمل الحته دي ناخد الجزء الغامق اللي هنا عشان يبدا يظهر لي شويه شكل الودن. فاحنا عندنا الحته دي من القرقوشه هنا في جزء بيكون غامق، او لو شفت القناه السمعيه او الحفره او الخرم بتاع الودن من هنا بتبدا تغمقه، وبتبدا بعد كده تطلع من الغامق بتاعها لفاتح بره شويه. هبدا ادي التون الغامق بتاعي اهو وهبدا ادرجه لبره لافتح شويه. بصوا كده لاحظوا هتلاقوا الجزء ده مفصول عن الحته دي، يعني هنا ده لوحده وده لوحده، تمام كده؟ علشان دي هنشرحها في الودن من الوش، هنشرح حاجه تانيه. اهو من الغامق وبدات ادرج ايه؟ لفاتح هنا. بعد كده الجزء ده جاي بكيرف، يعني جاي ايه؟ من غامق لفاتح وبعد كده نازل لغامق تاني.
ببدأ أدرج لفاتح، وبعد كده الجزء ده عندي غامق تاني. طيب حلو، نيجي بقى الاول قبل ما نخش للجزء اللي جوه ده، تكمله الاسطوانه اللي كنا عاملينها. الحته دي برضو من هنا ما هي جايه بكيرف، صح؟ يعني عندي من غامق لفاتح قبل ما نخش اللي جوه ده، فعندي الحته دي عشان اديها سمك كده واديها ان هي داخله لجوه. بص انا عشان علمنا كده في الشرح فده غلط، يعني المفروض ما يكونش موجود، بس هنداريها برضو هنظبطها. فعندي تدريج اهو من غامق لفاتح عشان يبدا يديني سمك كده للجزء اللي تحت بتاع الودن ده. حلو. طيب وبعد كده في عندنا جزء هنا كده حته عامله زي قرقوشه كده في الحته دي في الودن، فالجزء ده بنبدا نديله تون كده خفيف هنا كده، يعني غامق سنه صغيره علشان يبين لي ان هنا في حته داخله لجوه ودي كانها قرقوشه كده او عظمه كده اللي هي حته بارزه شويه. ببدا ادي التون اهو. وبعد كده عندي من الغامق لفاتح، ما الحته دي جايه برضو بكيرف، الجزء ده جاي من هنا بكيرف مش مقطوع، فلازم اديله تدريج من الغامق لفاتح هنا بسيط كده، وابدا ادي تون فاتح بقى في الجزء اللي جوه بتاع الودن ده بسيط جدا، لان الحته دي بتكون بارزه مش مرمي عليها ظل كتير، فعشان كده بتكون ايه فاتحه. طيب بص، بعد كل اللي احنا عملناه ده الودن برضو مش ظاهره، مش ظاهره كويس. طب ليه الودن مش بتظهر غير لما تبين اللي حواليها؟ يعني مثلا لو كان واحد اقرع فلازم اعمل له الراس، لو كان واحد بشعر فلازم اعمل له اي شويه شعر كده بس يديني منظر، يعني اي حاجه شخبطه اهو عشان بس يديني منظر في الرسمه ويديني شكل في الرسمه. تعالوا كده نبدا نعمله شويه تظليلات كده كان في شعر، يعني علشان انت حافظ الودن دايما باللي حواليها غامق. يعني بص اهو هنشخبط، مش هندي حاجه اللي هي واقعيه حتى، هنشوف بس ان الجزء ده هيظهر لي فعلا الودن ولا لا. بص كده لما شخبطنا حواليها وغمقنا حواليها بدا يظهر شكل الودن بتاعتي، صح كده؟ طيب وتعالوا ندي مثلا كأن هنا في فك مثلا كده، وندي شوية ظل تحت هنا كده عشان نداري بس الشخبطة اللي كنا عاملينها من تحت. بدأ الشكل يظهر معايا بتاع الودن بسبب ايه؟ بسبب الشعر، بسبب رسم الشعر. طيب حلو جدا، تعالوا ناخد ده بقى نلفه. انا عايز ارسم واحد من وش ده، واحد بص بالجنب، ده واحد بص بالجنب كده عشان اقدر اشوف ودنه كده، عايز ابدا اشوفه من الوش. طيب هنبدا نلف الدايره، ركزوا بقى في الحته دي اللي قلناها في الاول. الدايره لو انا لفيت الدايره بقت عباره عن ايه؟ شكل بيضاوي. طب لو انا لفيت الكوره بقت عباره عن ايه؟ كوره. الكوره لفيتها في اي اتجاه نفس الاوت لاين بتاعها، الدايره لفيتها بقى شكلها ايه؟ بيضاوي شويه. حلو، يبقى انا الدايره عندي اللي كنت راسمها هنا دايره بقى شكلها عامل كده. كأنها بقت شكل بيضاوي شويه. طب والدايره اللي تحت نفس الفكره، بقت بيضاويه برضو. طب يعني ايه كانت دايره وبقت شكل بيضاوي؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك هنا كنت بتيجي ترسم الودن او كيرف الودن ده بترسمه بكيرف دايره كيرف واسع كده، في البيضاوي هيكون شكله عامل كده. حلو، يبقى انا ما ينفعش ارسم واحد بالوش وارسم له ودنه، يعني عارفين انتوا اللي هي طالعه كده باراشوت كده مفتوح، فده ما ينفعش، لازم تكون عامله ازاي؟ بكيرف ضيق كده كانك بترسم على شكل بيضاوي. طيب فهبدا ارسم، بصوا من عند تلت برضو الجزء ده، وبقى ارسم امشي مع كيرف الشكل البيضاوي. طب الجزء اللي فوق ده اكيد مش بيكون ماشي بكيرف كده، يعني في ناس بتلاقي الجزء ده عندهم طالع عامل كده وبعد كده مكسور وبعد كده راجع كده، فمش شكله كيرف بيضاوي، مش كده بالظبط، يعني بتبدا تمشي مع الشكل اللي قدامك. وبعد كده ببدا اجي الحمه مع الكيرف الشكل البيضاوي اللي تحت، نفس الفكره بالظبط اللي قلناها من هنا، وبقف في النص تقريبا، تمام كده؟ طيب الكيرف بقى ده بصوا عايزكم تستعملوا خيالكم بقى معايا شويه كده، تخيلوا الجزء ده انا شايفه كده، يعني شايفه من الزاويه دي، فساعتها مش هشوف الحاجات اللي جوه دي كلها، ده انا هبقى شايف الخط ده وهشوف الجزء ده عريض وده هيكون صغير، لان انا الكاميرا عندي من الناحيه دي، فالكاميرا لو شايفه من الناحيه دي هتشوف ده كبير، ده اللي في وش الكاميرا، وده صغير لو شافته، صح؟ لان ده كمان عندنا بارز. فاول حاجه الخط اللي كان هنا ده هشوفه عامل كده،
عشان تيجي ترسم من خيالك محتاج تعمل اللي احنا بنقول عليه ده، ان انت تتخيل كده لو في كاميرا شايفه من هنا والكلام ده كله. طيب فده الخط اللي احنا كنا راسمين، حلو. طب والجزء ده، بص بقى، انا ممكن ما اشوفش الحته اللي ورا، ولو شفتها هشوف حته صغيره اللي هو ده، دي كده بقيت شايفها هنا بس. والبيضاوي هبقى شايفه جزء بارز، ما هو طالع لبره، فمش هاجي ادخله لجوه واجي اعمل انا شكل بيضاوي، لا هشوفه شكل بارز، ممكن يخرج بره الكيرف اللي احنا عاملينه، وممكن يكون ماشي معاه عامل كده. طيب تعالى نشوف تكملته اللي هي الحته دي، ممكن اشوف منها حته صغيره قوي كده، حلو، يعني بس شايف كل دي احنا دوب عملناها حته صغيره، وهنبدا ننزل بالشكل بتاعها، لان ما ينفعش اشوف كل العرض ده لان الكاميرا من هنا، ده اصلا مستخبي ورا، فاهمين كده اهو. وبعد كده الحته اللي هنا دي هشوفها كده حته برده صغيره جدا، بص خط كده اهو، لو الكاميرا شايفاه من الناحيه دي فهتشوفه بالعرض بتاعه، لو الكاميرا شايفاه من الناحيه دي هتشوفه نقطه، فاهمين كده. الطول ده كله اتغير لما الكاميرا شافت الخط من الناحيه دي، بقى بالنسبه لها شايفه الحته دي بس، وده ورا ده فمش شايف الباقي. فنفس الفكره هنا، لما بقول لك ده جزء عريض انا هنا رسمته حته صغيره، الحته دي كيرف كبير هرسمها يا دوب حته رفيعه كده لاني شايفها من الجنب، فاهمين كده. طيب مش كنا قلنا ان الجزء ده مفصول عن ده، يعني ده لوحده وده لوحده، هنا هاجي الحم الاثنين مع بعض، هيكون هو مش ملحومين بس شكلهم من الجنب بتحس كانهم ايه راكبين في بعض كده حته واحده. طيب تعالوا نبدا نظلل بقى الحته دي، نفس الفكره، اسطوانه من غامق لفاتح لغامق، حلو. فهنبدا نعمل كده غامق، وهبدا ادرج واحده واحده لافتح، بعد كده نبدا نرجع لغامق تاني. طيب شايفين الجزء اللي ورا اللي هنا، الحته المثلثه دي هو الجزء اللي جوه اللي هنا صح، او الحته الغامقه اللي هنا، فانا دي هشوفها جزء غامق شويه بسيط كده. طيب عندنا الجزء الغامق اللي هنا يا دوب هشوف منه حته صغيره لو شفتها كده، تمام كده. طب الحته الغامقه اللي هنا، الخطوات اللي احنا مشينا عليها، الجزء الغامق اللي هنا برضه هشوف منه جزء صغير جدا كده لو شفته، هيبدا يتدرج بعد كده الفاتح، وهبدا اشتغل من غامق لفاتح لغامق، خلاص بقى ما فيش عندي الظل اللي مرمي هنا لاني مش شايفه، ده جوه، وهبدا اشتغل اهو من الحته دي من غامق، وابدا ادرج واحده واحده الفاتح، وبعد كده ابدا ارجع لغامق تاني في الحفره دي بسيط، وبعد كده اطلع لفاتح تاني، بعد كده عندنا غامق ورا، حلو. طيب الجزء اللي جوه ده هشوفه غامق، يعني هشوفه يا دوب بدرجه واحده درجتين، مش هشوف فيه درجات كتير ومش هشوف فيه تظليل كتير، هشوف ان الحته دي هتكون غامقه، والاكتر بيكون متداري اصلا الجزء ده، ممكن ما تكونش شايفه في اكتر الصور يعني، حلو. وبعد كده هبدا ادرج من غامق لفاتح، وبعد كده هرجع هنا لغامق تاني. طيب القروشه اللي كانت هنا هشوف يا دوب حته منها بسيطه كده اهو، وابدا ادرجها كده بخفيف جدا، بتون خفيف جدا. الكيرف اللي كان تحت، فاكرين لما جينا عملنا هنا ظل عشان يعرضها، دي نفس الفكره موجوده زي ما هي، فهبدا ادي كده تون خفيف. بصوا كده لما جيت بدات ادي ده، انا هنا كله مديه بسمك واحد، لكن من ده عشان الكاميرا شايفاه من الناحيه دي، انا اديت من هنا عريض شويه، وبعد كده بدات انزل على ايه؟ على رفيع، عشان انا مش شايف اللي ورا، في جزء ورا هنا اللي هو ده ما بقتش شايفه، فبرميله ايه؟ يا دوب تدريج بسيط كده. طيب حلو، بصوا كده احنا يا دوب شخبطنا كده وعملنا حاجات سريعه، مش باينه الودن صح؟ نعمل ايه؟ نفس الفكره، هندي شويه شعر كده شخبطه اهو، كاننا بس بنقول ان هنا في جزء فيه شعر، بس تعالوا نعمل سوالف، ونبدا ندي تون مثلا خفيف هنا او بسيط كده، وندي كان هنا في فك، فبدا يعمل ايه؟ بدا يظهر معايا شويه الشكل بتاع الودن، او بدا ينط معايا شويه الشكل بتاع الودن. طيب هي محاضره الودن بسيطه جدا وخفيفه، ما فيهاش حاجه تقيله، محتاج تطبيق كتير عشان احنا مش واخدين على شكل الودن. بص الودن حاجه احنا مش حافظينها لان احنا مش بنشوفها كتير، يعني مش بتمشي وتبص على ودان الناس صح كده، فعشان كده مش بنرسمها كتير غلط، بس هي سهله، هي بسيطه جدا، يعني هي بس كل مشكلتها ان انت تروح عامل فيها خطوط حاده واسود والكلام ده كله، بس دي المشكله اللي فيها. اكتر الرسامين بتهملها علشان ما حدش بيمسك البورتريه يبص على الودن، فمين كده بيبص على العين، المناخير، مش عارف الشعر عامل ازاي، بس مش ناس كتير بتبص على الودن، بس المفروض لوحتي تكون كلها كامله، يعني لوحه متكامله، فالمفروض ان انا اركز في كل حاجه وما فيش حاجه اداريها في رسمتي، يعني الاحسن ان انا اكون مذاكرها واكون شاطر فيها. بس كده، رب المحاضره تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها فعلا، ما تنسوش بقى اللايك وتشير، وعايز تاسك منكم بقى في الرسومات دي، عايزكم ان انتوا ترسموا لي الاسبوع ده رسومات ودن، حلو كده؟ الاسبوع ده هنرسم ودن بس، اتفقنا؟
ما حد لو حد اتريق عليك في البيت عادي يعني كبر دماغك.